السلام عليكم. النهاردة هوريكي طريقة جميلة قوي لتطريز الشكل السوماني اللي هو موجود في كل طرح احنا عايزينها. اول حاجة هنعملها هنخش في بوز اي حاجة من المربعات اللي قدامنا دي على نفس الخط بتاعها، خط مستقيم، تنزلي بالإبرة بتاعتك كده انت عملتي خط. الخطوة بقى اللي لازم تاخدي بالك منها قوي، هتخشي الفتلة بتاعتك منين تاني؟ بتخشيها من البوز اللي جنبها، شايفة ازاي؟ وطبعا تودي الابرة في اخر الخط المستقيم بتاعك. تيجي تخشي الابرة بتاعتك منين؟ من اول البوز اللي احنا طلعنا منه، من اول الابرة. ركزي في التركية دي عشان تطلعي الشكل بتاعك مظبوط وجميل. طلعنا من البوز اللي احنا ابتدينا منه في الاول، هتنهي الخط المستقيم بتاعك برضو وتحطي الابرة بتاعتك، تعملي الخط المستقيم بتاعك. ليه احنا بنعمل الطريقة دي؟ هتلاقي وانت شغالة فتلة فوق وفتلة تحتيها، فتلة فوقيها وفتلة تحتيها، بتبقى شكلها حلو قوي في الشغل. وطبعا لو حضرتك عاملة وردة تطريز، بتيجي عند نهاية، يعني بتاخدي من البوز بتاعك لنهاية الوردة، وبعد كده من بداية الوردة بتاعتك الناحية التانية وبتاخديها. بصي هنا اهو، خدنا من البوز بتاع اللي احنا طلعنا منه، بتاخدي على نهاية الخط المستقيم زي ما انت شايف. بتطلعي منين تاني؟ من الخط اللي جنبها اللي احنا لسه سايبينه. فانت هتفضلي ماشية كده عشان تبقى فتلة فوق وفتلة تحت، اهي شايفة. هنعمل الخط المستقيم بتاعنا. هتيجي تخشي منين؟ هتخشي من الفتلة اللي فاتت، شفتي بقى، من البوز اللي فات. هي جميلة قوي وسهلة، بس في مبدع من المبدعات عندنا يعني كان مش عارفة تجيبها ازاي، فانا قلت اعمل لكم الفيديو. دي ورقة على فكرة، شوفي اهي، شفتي فتلة فوق فتلة، والناحية التانية هتلاقي فتلة برضو فوق فتلة. هنا الخط الوحيد اللي فاضل معانا، شايفة شكلها عامل ازاي من ورا؟ هي لازم تبقى شكلها كده معاكي، تبقى شكلها روعة من ورا. طبعا احنا برضو يهمنا الشغل الطرة بتاعتنا تبقى شكلها مظبوط لو احنا هنعمل حاجة ملهاش ظهر من ورا. يعني البوز اللي انت طلعتي منه تخشي على اخر المستقيم بتاعه. وكل سنة وحضرتك طيبة، اشوفكوا على خير ان شاء الله.